هو ايه اساس علاقه الجواز؟ الموده والرحمه. طيب الموده والرحمه دي بتيجي منين؟ بتيجي من العشره. والعشره يعني ايه؟ يعني وقت، يعني سنين وسنين، يعني مواقف اتحفرت جوانا. والعشره مش بالسهل انها تروح، لا، ولازم نفكر الف مره قبل ما ناخد قرار الطلاق، اللي بقى اسهل حاجه ممكن تتعمل اليومين دول. الطلاق ربنا شرعه لحماية أي علاقة حتى في نهايتها، لأن لما العشرة بتستحيل ربنا أمرنا إن احنا نفترق بالحسنى، وقال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني يا إما نعيش مع بعض بالمعروف يا إما نفترق بإحسان، حتى لو في آخر دقيقة من العلاقة، وحتى لو مش هنشوف بعض تاني، لكن في حاجات لازم نفتكرها قبل قرار الطلاق. كل واحد يقعد مع نفسه كده ويفكر، يسرح بخياله، ويمسك ورقة وقلم بكل هدوء، ويكتب حسنات الطرف الثاني ومميزاته، يكتب المواقف الحلوة اللي جمعتهم سوا، يكتب كم حلم وكم هدف كان نفسهم يحققوه سوا، يكتب كم ضحكة طلعت من القلب، يكتب أسماء أولاده ومستقبلهم، مستقبلهم اللي كانوا مخططين ليه. وبعد كده يبدأ يكتب الكم مشكلة اللي وقعوا فيها، وكم خناقة، وكم موقف اتفهم غلط، وكم شكوى. لو لقيت ان صفحة المميزات اكتر واكبر، يبقى لازم نرجع خطوة، نرجع خطوة في قرار الطلاق، نفكر كويس جدا، ونعرف اننا قدام قرار غلط، وان العلاقة ممكن تتصلح باشكال كتير جدا. يا جماعة، الحياة مش وردية، مش على طول حلوة وكلها فرح ومواقف تشرح القلب. اي بيت جواه مشاكل وهموم وخناقات، لكن طالما في مكان حتى لذكرى واحدة حلوة، طالما في أولاد ممكن نكمل علشانهم، يبقى لازم يكون في حلول كتير جدا قبل الطلاق. كلنا فينا عيوب، محدش فينا معصوم من الخطأ، يبقى ما نكبرش، لأن اللعبة دي هي اللعبة الوحيدة اللي بيطلع فيها الطرفين خسرانين. مفيش كسبان وخسران، الكل بيخسر. فانتوا وانتوا بتسيبوا بعض، افتكروا كل دقيقة عدت عليكم وما تسيبوش بالساهل. افتكر حضن بيتك ولمكوا على السفرة، افتكر بنت الحلال دي وقفت جنبك كم مرة، وانتي افتكر جوزك سندك كام ألف مرة في حياتكم. وساعتها كل حاجة هتتصلح بالعتاب، بزعل شوية، بتصليح غلطات، باعتذار. مش الطلاق والانفصال اللي هيدمر البيت ويدمر كل حاجة. الطلاق حدث جلل ولازم يكون آخره حل، بعد ما تكون خبطت على كل الأبواب. وما تسمعوش كلام الناس، لا الناس هتعيش عشقكم ولا هيدوقوا اللي انتوا هتدقوه. انتوا بس اللي هتمسكوا النار بإيديكم، انتوا بس اللي هتتحرقوا، مش حد تاني. احنا نزلنا الشارع علشان نسمع ونشوف آراء الناس، فتعالوا نشوف رأيهم ايه. يلا بينا.